انطلقت فعاليات النسخة 11 من مهرجان كلبا للمسرحيات القصيرة بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخور فكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلبا، وسعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة، وذلك في المركز الثقافي لمدينة كلبا. فضاء رحب يمنح الفرصة للموهوبين لتقديم مشهد إبداعي وفن أدبي يهتم بالمضمون والعنصر الفكري، هذا ما يميز مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي انطلق بنسخته 11 بهدف دعم ورعاية المواهب المسرحية وصقل إمكاناتها بحضور حشد من المسؤولين ونخبة من الفنانين والمهتمين بالمسرح، ويستمر المهرجان حتى 1 أكتوبر. المهرجان شارك في 34 عرض مسرحي، تأهل منهم 12 عرض مسرحي للمنافسات بجوائز المهرجان. يحتفي المهرجان بالفنان القدير يوسف الكعبي احتفاء بمسيرته الفنية في الساحة المسرحية في المنطقة الشرقية. احنا دلوقتي اتفرجنا على عرضين، هم عرضين مهمين جدا، بيقولوا افكار مختلفة عن بعض، السينوغرافيا مختلفة رغم ان هي بسيطة جدا، المخرجين مختارين حلول جميلة جدا، انا حقيقي مبسوط، حاسس ان شوية في اضافة للفن، يعني حاسس ان ما ضيعتش وقت، وده مهم جدا يعني. تحتفي النسخة 11 من المهرجان بالفنان القدير يوسف الكعبي تثمينا لمسيرته الفنية الزاخرة بالعطاء واعترافا بجهوده في إثراء الحركة المسرحية بالمنطقة الشرقية، وتواكب جميع هذه العروض بعد تقديمها مباشرة ندوات نقدية تناقش مزاياها وإشكالياتها بواسطة باحثين وممارسين مسرحيين من مختلف أقطار الوطن العربي. وعبر المشاركون عن بهجتهم بالانضمام إلى المهرجان وطرح إبداعاتهم في الفكرة والإخراج والتمثيل. لما سمعت عنه قررت أن أنا أخرج عرض وأن أنا أشارك فيه، لأني عرفت أن المهرجان بيجي نجوم كتير تتفرج على العرض، وعرفت أن في ضيوف كتير بتيجي تتفرج على العرض، فقلت أهي فرصة كويسة أن الجمهور والناس المهتمين بالفن في دولة الإمارات أن هم يجوا يتفرجوا على الإخراج بتاعي أو التمثيل بتاعي أنا وفريق العمل بتاعي. هو العرض بيحكي عن حاجة يعني الناس كلها محتاجة تفهمها، فكرة أن قد إيه الحرب شيء بشع، وأن القيادات أو المسؤولين عن قيام الحرب اللي هو أنا كنت بمثلهم في العرض، ناس ما تهتمش أبداً للجنود اللي موجودين في المعركة. أهمية المسرح في مجتمعنا عنده قيمة كبيرة، وهو الـ 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 البوابة اللي المجتمع يتفرج على حاجة قد تنميله من 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 علاقاته، قد تنميله من وعيه، قد تنميله من وجوده كإنسان. مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة ينشط الساحة المسرحية في المنطقة الشرقية التي تتمتع بموقع استراتيجي وحضور اجتماعي وثقافي يساعد في رفض الحركة المسرحية الإماراتية بطاقات شبابية جديدة في الإخراج المسرحي والتمثيل والسينوغرافيا. مواهب جديدة سطعت في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة مقدمين أفضل العروض المسرحية التي تحمل في طياتها رسائل إنسانية ومجتمعية هادفة. لأخبار الدار مجد السويدي من المركز الثقافي بمدينة كلباء.